Bienvenue sur notre site, minasoft48.com. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني أخواتي متابعي موقع مينسوفت للبرمجة. في هذا الدرس الجديد الخاص بمكونات الديناميك سكين فور، هذه المرة سنرى ما يعرف بالهينت. ما معنى الهينت؟ لما نقوم بعملية تنفيذ للتطبيق أو التطبيقات يظهر لنا الهينت، هو عبارة عن إشعارات تتبع المكونات، إشعارات تتبع المكونات يشرح فيها المبرمج وظيفة مثلا المكون. مثلا إذا وضعنا مثلا زر به إضافة ووضعنا فقط كلمة إضافة داخل الزر، نستطيع مثلا كتابة إضافة موظف جديد داخل الزر، سيكون كلام طويل وبالتالي سيأخذ مثلا الكتابة ستأخذ مساحة كبيرة داخل الزر، وبالتالي يكون الزر كبير وغير صالح يعني في التطبيق. لذلك نستعمل الهينت. مثلا هنا نلاحظ الهينت المكتوب هنا هو application في هذا التطبيق. إذا هناك مكونات خاصة بالحزمة أو مكون خاص بالحزمة الذي هو هذا سكين هينت، وهناك مكون كذلك بالون هينت. هما لدينا سبيسكين هينت وبالون هينت. الآن نجرب نضع زر، مثلا هذا زر باتن نربطه بسكين داتا واحد، عفوا سكين داتا واحد، ونقوم بمثلا وضع كتابة، مثلا نقول إضافة أتي فونت نغير يوجد نقوم بوضع أي شيء، مثلا نضع مثلا أي كتابة كانت المهم، مثلا هذا أوكي إضافة، عفوا نكبر نضع مثلا 16. تلاحظوا الآن نأتي إلى كرسو مثلا نغيره إلى هذا. نأتي إلى الهينت الخاص بالبطن، نبحث عليه نجده هنا. ما هو؟ نكتب مثلا إضافة مثلا منتوج جديد. هنا الخاصية هينت تتبعها الخاصية شو هينت الموجودة في الأسفل التي تكون عادة فولس. يجب أن نقوم بعملية شو هينت، نقوم بعملية تفعيل لهذه الخاصية هينت. هنا الهينت الافتراضي، نقوم بعملية تنفيذ. نلاحظ الهينت الافتراضي كما تلاحظ، ما هو؟ إضافة منتوج جديد. الآن سنحاول العمل بهذا المكون. الآن نقوم بالذهاب إلى خصائص خاصة به، نغير الفونت مثلا إلى مثلا
أي لغة عربية كانت مثلا هذا، مثلا هذا ما نضع له مثلا 10. أوكي الآن سكين نيم، نضع سكين داتا. عند وضع هذه المكونات، عند وضع هذه المكونات يعني الخصائص، وضع هذا المكون في أول فورم في التطبيق، يجب وضعه في أول فورم في التطبيق، ولا يمكننا استعمال اثنين أو ثلاثة، يجب استعمال واحد، لأنه سيعمم الهنت ستايل الخاص بالهنت، سيعممه على جميع المكونات الموجودة داخل التطبيق والتي نستعملها داخل التطبيق. فقط هنا المكونات الخاصة بالديناميك سكين فورم سيضع لها عنوان، عنوان سنراه لاحقا، والمكونات الأخرى التي ليست هي ديناميك سكين فورم سيضع لها، سيضع لها يعني كتابة فقط الهنت، وبهذا ستايل الخاص بالكتابة الذي قمنا بوضعه. سنرى إن شاء الله كيفية العمل. إذن كما تلاحظون، تلاحظون أن الهنت يعني هذه الكتابة نوع الفونت كبير جدا، يجب اختيار آخر مثلا. سنرى مثلا نأخذ هذا ولا هذا، سنأخذ هذا مثلا نفذ. إذا قام بعملية التنفيذ، نلاحظ الآن الهند أصبح صغير جدا. سنقوم بتغيير كذلك الفونت إلى 12 مثلا أو 14. سنختار هند، عفوا ب12 مثلا ننفذ. إذا ها هو الهنت الجديد، يمكنكم اختيار أي نوع من الفونت تريدون، يظهر ثم يختفي. الآن سيعمم الأمر على جميع المكونات. سنأخذ على سبيل المثال مكون خاص بالحزمة ستاندر، هنا نأخذ هذا مثلا مكون باتن هينت، نأتي إلى هينت بسرعة، نكتب مثلا إضافة مكون مثلا، نقول هنا شو شو هينت، شو هينت هكذا، نفد. إذن
قام بالتنفيذ، إذن تلاحظون أنه أضاف نفس الهنت، هذا خاص بالحزمة وهذا خاص بمكونات ستوندر. الآن سنقوم ب مثلا هنا سنقوم بوضع مثلا هنت تايتل، هنت تايتل مثلا نقول له انفو نقطة تاء، هنت تايتل سيضع هنا في المكونات ديناميك سكين فون فقط، هنت تايتل سيضع لنا عنوان خاص ب خاص بالهند. إذن ها هو كما تلاحظون، جميل جميل جدا. انفو إضافة منتوج جديد هنا يظهر بدون عنوان لأن المكونات هذه لا تتيح لنا الهند تايتل، ولكن هذه المكونات تتيح لنا الهند تايتل. إذن المكون هذا المكون والمكون الآخر، يعني هذا المكون وهذا المكون، قلنا هذا المكون يحتوي على، إذا وضعنا سبيس كين هينت على جميع أو في الفورم الأول الخاص بالتطبيق فإنه سيعمم ستايل الخاص بالهينت على جميع على جميع المكونات الموجودة في التطبيق، وسيغير نوع الكتابة ونمط الكتابة بحسب اختيارنا للديفولت فونت هنا الخاص بالمكون. ثم لدينا المكونات هذه نستطيع أن نضيف إليها الهينت هنا والهينت تايتل جميع المكونات الخاصة بحزمة الديناميك سكين فون، على أن نعمم هذا يعني نقوم بمنادات دائما، يعني بربط الفورم الأول دائما من أجل أخذ المكونات الرئيسية مثل الديناميك سكين فورم ليس هو الهينت، ليس في كل مرة أن نفتح مثلا فورم جديد لنقوم بعملية وضع لهذين المكونين، يجب فقط أخذ هذا المكون فقط ومن ثم ربط الفورم الأول بالفورم الثاني وربط هذا المكون مثلا بهذا الهينت بهذا الهينت لكي نقوم مثلا بالعمل عليه مثلا الآن بالفيش بي سيال نقوم بنسخه، عفوا نقوم بنسخ هذا المكون هنا أو أخذ مكون جديد فقط، ثم نقول له uses unit uses unit 2 هكذا، والآن نقوم مثلا بعمل مثلا هنا عمل نفس الأمر. الآن تلاحظون أنه يجب ربط الأولى يجب ربط سكين داتا، وهنا نقول له مثلا uses form uses form أو unit 1 uses unit 1 uses unit 1 التي إلى unit 1 أولا إلى dynamic scheme 4 ونقوم بوضع scheme سكين داتا ما هو، تم الربط سكين داتا واحد، ونأتي إلى تراي إيكون مثلا نضعها فورم تراي إيكون ونربط مثلا الهينت يوز مثلا ريبون تراي إيكون
هي السايز مانيو. المهم يجب دائما هنا البحث عن الهند سكين هند. ها هو تلاحظون سكين هند، يجب أن دائما نربط سكين هند، نربطه بالهند الأول. الآن نقوم بعملية تنفيذ، وعفوا لا يمكنه أن ينادي الفورم الأول، فقط خطأ. فقط بدر منا خطأ. الآن هنا مثلا نضع فورم تو شو، فورم تو شو كنا قد ربطنا الفورم ب فورم الأول. الآن نلاحظ مثلا كيفية أنه سيأخذ الهند، يعني سيأخذ الهينت الثاني بالنسبة للفورم الثاني بالنسبة للمكون الذي أضفناه. نلاحظ هنا دي الفورم الثاني، إذا تلاحظون أنه أخذ، رغم أننا لم نربط المكون هذا إضافة، تلاحظون هنا الفرق بينهم، هنا الربط وهنا غير مربوط. تلاحظون الكورنر الخاص بالباطن وهنا الكورنر الخاص بالباطن، هنا راديوس وهنا لا يوجد هنا. إذن فقط نركز على الهينت الذي جلبناه من الفورم الأول. إذن هذا خاص بي. المهم كيف نقوم بوضع الهينت، وضع الهينت داخل الفورم. يجب عليكم فقط نسخ هذا حتى لا تعيدوا نفس الخصائص. المهم في أي فورم جديد يجب استعمال فقط ديناميك سكين فورم و ربطه بالعناصر الموجودة في الفورم الأول الذي وضعنا فيه نوع السكين والمكونات الأولية، التراي إيكون و يعني التراي إيكون و السكين هينت. المهم نجرب إعادة محاولة تشغيل التطبيق من جديد. نأسف على هذا الايرور المتعلق بالاباست الذي يحسبه او يحسب التطبيق فيروس، لذلك يقوم دائما بفحصه. اذا تلاحظون الهند الاول هنا ثم الهند الثاني هنا كما تلاحظون نفس الخصائص بعد ربط الفورم الأول بالفورم الثاني. إذن
هذا كان خاص بالمكون هيت. ان هيت بالون هذا يمكننا استعماله او يمكننا استعماله في درس لوحده، لأنه غير تابع للحزمة، أنه غير تابع للحزمة، و يعطينا مثلا هو غير تابع للحزمة ويجب أن نضع له درس لوحده. نحن فقط نقوم بعملية الدرس عن السكين هينت. فقد أريناكم بأن المكونات الموجودة المتعلقة بالهينت كمكون داخلي وهو البالون هينت. إذا كان هذا الدرس المتعلق بالهينت المتعلق بحزمة ديناميك سكين فورم. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.